إلى مستويات غير مسبوقة. ترتفع أسعار بدلات إيجار المحال التجارية إذ لا تتناسب مع حال السوق الذي يشهد ركودا بسبب ارتفاع الأسعار وتقلبات الدولار. التفاصيل مع مراسلتنا زينب ستار. يزداد الوضع الاقتصادي بالعراق سوءا زيادة على ما يعيشه نحو نصف سكانه بسبب غلاء المعيشة، وعلى الرغم من خطوات الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص بدل رواتب الدولة، تصطدم تلك الخطى بارتفاع غير مبرر بإيجارات المحال التجارية في جميع مناطق العاصمة لتزيد الطين بلة. أكيد استغلال وأكيد جشع هذا، وهو يعني أبو ملك وهو حر ماله، شو شرد أسوي يعني؟ ما نطيه الإيجار مالتين، يقول لي من دار إخلاء اطلع من دار إخلاء المحكمة يسوي يطلعني. فأنا رجع على باب والله لازم الأمور حتى تمشي. المضر هو هسه حاليا أبو المحلين، الدولة ما قاعد تعطي حصانة. يعني احنا نعرف الدول البقية من يصعد هيجي مبالغ يحددون أسعار المحلات. يحددوا هنا ماكو تحديد. كل ما يصعد السوق وحتى بالملك يصعد. ويطالب متابعون للشأن ومختصون السلطتين التشريعية والتنفيذية بسن قوانين تلزم الجميع بعدم رفع أسعار الإيجار أعلى من حدود أصحاب الدخل المحدود، وتجديد الرقابة وملاحقة الأموال المتضخمة منها. طبعا من الواضح أن العراق بحاجة إلى خريطة تجارية لتحديد القيم العقارية لكل منطقة تجارية من أجل أن تكون هناك عدالة في فرض الإيجار على المستأجر بالتأكيد. ويطالب مواطنون من الجهات المعنية إيجاد الحلول المناسبة لوقف الارتفاع الجنوني في إيجار المحال التجارية لتفادي الضرر الاقتصادي المتمثل بالبطالة. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.